اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه علاقه اللعيبه بانديتها خاصه الانديه الجماهيريه المساله مطروحه للنقاش والجدل، خاصه لما يبقى اللاعب او النجم او المدرب خالي شغل مش شغال دلوقتي، فيبقى باستمرار علاقته مع ناديه الاصلي محل ضغط من الاعلام. في ناس كتيره بتبقى متمسكه بثوابتها وباخلاقها وبطبيعتها، فبالتالي ما بتفرقش معاها هي شغاله ولا مش شغاله، وبتبقى موضوعيه شويه او امينه كمان على المكان اللي اتربت فيه واللي ليه فضل عليها كتير. وفي ناس المصلحه بتجرفها فبتروح في السكه التانيه، ان شاء الله تروح في الاتجاه العكسي من النهر، وتفضل تحدف طوب و و و و وفي الاخر ما يمنعش برضه كلمه كويسه ما الكيان و و وهكذا. انتوا اعتقد متابعين المشهد العبثي ده. لكن الصنف الاول كابتن ضياء السيد، الراجل مش شغال في الاهلي، وما من مره يسال عن الاهلي الا وتلاقي رايه في قدر كبير جدا من الامانه والاخلاق والعلاقه. نشوف. بتابعك في كل البرامج كابتن ضياء، ورغم انه البعض مش بيحاول يستفزك او يكلمك على النادي الاهلي وكابتن ضياء وخارج النادي، انا نفسي بسالك نفس الاسئله دي، لكنك واخد موقف واضح ومحدد. انا هو موقف منطقي. منطقي. انا دخلت النادي سنه 74. نعم. كل الناس اللي موجوده دي انا زملتها. نعم. كابتن الخطيب تحديدا مثلا. نعم. انا زملته. يعني اتشرفت ان انا ابقى زميله في نعم. كنا بتفرج عليه واحنا ناشئين. فتربينا على ان احنا نشوفهم، وبعد كده لعبنا مع نعم. لعبت معاهم 5 سنين. نعم. فوجهه نظري نعم. اللي بحب النادي الاهلي انا مهما اختلفت مع النادي الاهلي لكن بحب النادي الاهلي لانه كابتن خطيب موجود قبليه كان محمود طاهر، حسن حمدي، كابتن صلاح سليم، كابتن صلاح سليم سيادة الفريق مرتجي، هو النادي مش هو هو، الشغل مش هو اللي هيربطني بالنادي الاهلي. اتمنى التوفيق لكل الناس طبعا، واتمنى ان الاهلي يكسب ويبقى ياخد البطولات طول الوقت. فده منطقي جواك. في ناس نعم. مش حابه ده او في ناس حابه ده، حتى اللي انا اعرفهم ومش على وفاق اقول لهم احنا تبع النادي الاهلي وحصل وكلنا وعشنا فرحنا ببطولات نعم وعشنا حزن مع بعض في اوقات نعم. احنا في ناس ماتت بقى في وسطينا. ايوه صحيح. فيعني كل ده ما يجيش على خناقه. عجبتني كلمتك انه مش كل الناس هتستوعب في النادي الاهلي. لا ازاي النادي الاهلي يستوعب جمهوره كمشجع، يستوعب حرص المنتمين ليه. نعم. لكن مش هيستوعب ان انا اشغل كل الناس كل الاعداء. بالعكس، ده اللي اشتغل مننا نعم. احنا ندعمه. انا وانت اتجوزنا ازاي؟ من النادي الاهلي. وانا اتجوزت من مكافاه الدوري والكاس. صحيح. جات لي دعوه من الشيخ حمد نعم لكاس العالم نعم عشان انا من النادي الاهلي نعم. فكل الحاجات دي مرتبطه بيه. هو لخص الليله، ما يجمعني بالاهلي الحب وليس العمل. احنا بنحب النادي الاهلي لان كلنا هو اي واحد فينا ارتبط بالنادي الاهلي بقى حاجه مهمه ما كانش هيكونها لو بعيد عن النادي الاهلي. فمن النهارده عشان ان احنا نقعد ناخد مواقف سلبيه لمجرد ان مش يعني ما فيش علاقه بتجمعنا في العمل، هو قال لك الحب وليس العمل. استاذ ابراهيم دي كلمه بليغه جدا الحقيقه. على الناحيه الثانيه، وده كان اللي انتوا هتشوفوه ده بمناسبه كلام الكابتن جمال عبد الحميد، لدرجه ان الكابتن بدر حامد طلع قال له يا عم انت مشيت من الاهلي والحكايه دي فات عليها 40 سنه، ليه دايما تحط الاهلي في كل جمله؟ بالمناسبه الكابتن جمال عبد الحميد اتكلم على جزئيه اشمعنى لما لعيبه الزمالك وابناء الزمالك يروحوا قناه الاهلي يبقى دي روح رياضيه وانه مسؤول النادي الاهلي هايلين وبرافو ومحتويين الناس وعلاقاتهم كويسه، ولما يحصل العكس يبقى في اساءات. لا، الاساءه في المساله كلها فيما يقال مش بيتقال فين. لا، ما فيش، هي دي المشكله. ما فيش حد من 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 نجوم الزمالك. لكن لم تحدث مره واحده انه قناه الاهلي ظهر عليها اي كابتن من كبات النادي الزمالك ونجومه وتلفظ بلفظ واحد مسيء في حق نادي الزمالك. هذا لم يحدث مره واحده ولا مره. لا كابتن طه بصر الله يرحمه اللي كان بيحلل، ولا كابتن محمود الخواجه اللي جه ضيف مع كابتن مصطفى عبده، ولا كابتن حلمي طولان اللي استضيف اكتر من مره، ولا ولا ولا، لم يحدث هذا على الاطلاق. واعتقد اخر حاجه كان الكابتن حلمي طولان
الرجل المحترم جدا لما سأله كابتن شوبير عن الأهلي قال ايه؟ لو طلبك الأهلي يعني لو النادي الأهلي قال لك كابتن حلمي احنا يسعدنا ان انت تبقى مدرب النادي الأهلي، ولو طلبك نادي الزمالك مش فاهم يعني الأهلي قال لك انا عايزك تدرب النادي الأهلي، ده شرف كبير جدا يعني شرف كبير جدا لأدعيه، والنادي الأهلي ده عمل مدربين كتير يعني خد بالك، وكان سبب في شهرة مدربين كتير ده صحيح جدا ده صحيح. طبعا حوافق فورا يعني ما فيش شك يعني طيب. بالرغم من ان النادي الاهلي برضو مليء بابنائه المدربين نعم. الكبار يعني نعم. اللي يستحقوا انهم يبقوا موجودين يعني. وكابتن جوهري ما هو راح مرن الزمالك، ما حدش يعني اللي اختلف مع كابتن جوهري اختلف على موقف سنة 85 أيه. لكن انك انت تبقى كمدرب محترف تجد فرصة في نادي وانت بالصدفة مش بتشتغل، لا هتروح وهتخلص في عملك جدا بشرط عدم الاساءة للاخر للنادي اللي انت صاحب فضل عليه بس يعني طيب.